إذن يجب من الآن حسب وعود هذه الحكومة ووعود مجلس الوزراء ذهب ياقوت مرجان وتبقى الدنيا حلوة وكله حضر جيبه وإن شاء الله بإذن الله الجيوب هتكون مليانة والأسعار هتبقى قليلة وهنغنش يا ريس وكله يدلع نفسه. ما عرفش الناس دي كيف لهم القدرة على مواصلة الكذب على مدار 11 سنة. يعني دولة 30 يونيو من 2013 ل 2024 يعني مجموعة من الأكاذيب 11 سنة متواصلة من الأكاذيب. أنا مش مشكلتي هم فيهم، هم خلاص معروف إن هم كذابين ويتحروا الكذب وأدمنوا الكذب. أنا مشكلتي إن في بعض الناس بيصدقوا لحد النهاردة. لحد النهاردة في ناس داخلة على السوشيال ميديا يقولك أيوة هذه الصفقة سوف تنتج الاقتصاد وإنقاذ الاقتصاد وخلاص نهائي وداعا لأزمة الدولار وداعا لغلاء الأسعار. يا عم وإنت بتتوبش يعني واحد مدمن يكذب عليك ويصفعك على وجهك وعلى خدك الأيمن وخدك الأيسر وأنت 11 سنة عمال تتلقى صفعات من الخلف والأمام وجسمك اتهارى صفعات مش قادر تشعر ان هؤلاء لا يصدقون. ما علينا، خلونا النهارده نتكلم عن بعض اوضاعنا الاقتصاديه النهارده بسرعه كده عن شهادات اللي بدات تكون ب 30%. يلا الحمد لله. انما هو المشكله الاكبر حقيقه ليس في هذا الخبر، المشكله الاكبر في ما جاء على لسان الاطباء ان لا يجدون ما يصرفونه للمرضى. ودي حضراتكم ده للاسف الدواء يا احمد. نعم دي المصيبه. احنا كنا يا دكتور عطون اتكلمنا امبارح في القصه صحيح. دي صحيح. وقلنا يا جماعه ان دلوقتي في رقم كبير جدا مطلوب عشان يتم الافراج عن المواد الخام اللي المفروض المصنعين ومصانع الادويه تشتغل بيها عشان يبقى في دواء موجود في السوق المصريه. طيب يا ترى ايه اللي بيحصل بقى في موضوع الاطباء؟ لان هو موضوع خطير جدا يا جماعه. الاطباء دلوقتي ممكن لما يبقى عنده مريض، المريض ده عنده ضغط، عنده سكر، ربنا يعافي الجميع يا رب، بيبقى له دواء معروف الطبيب بيديهوله. طيب مفيش الدواء الموجود ده، بيعمل الطبيب يحاول يوجد له بديل ويشوف الماده الفعاله في بديل تاني لهذا الدواء يصرفوله. طيب مفيش البديل، معلش بقى يعني مش هيقول له خد اشرب حبه الميه دول ويديله اسبرينه، مش هينفع. فالطبيب دلوقتي اصبح عندما ياتي الي المريض عشان ياخد الدواء بتاعه الطبيب مش عارف يصرف له ايه. طب هو الطبيب ده اللي هو قاعد في عياده خاصه؟ لا، ده الطبيب ده حضرتك موجود في المستشفى الحكومي. يعني المستشفيات الحكوميه المصريه لا يجد الاطباء فيها ما يكتبونه كدواء للمريض. ودي ازمه كبيره جدا جدا جدا. طيب وصلنا لمرحله ان المريض اللي بياخد دواء عشان عنده مرض مزمن الطبيب مش عارف يكتبه له وبس؟ لا، ده احنا وصلنا لمرحلة أصعب من دي. يمكن أنا سمعتها امبارح وإحنا بنكلم الراجل الطبيب المحترم بتاع الإغاثة في غزة وفي فلسطين اللي كان مدير الإغاثة في الخليل، فبيقول لك في العمليات الجراحية دلوقتي مفيش مخدر. فين يا دكتور؟ في غزة، في فلسطين، عشان عندهم حرب وعندهم محتل وبيقصفوا المستشفيات وقافلين المعابر عليهم وما بيدخلهمش الاكل ولا شرب ولا مستلزمات ولا دواء. انما ان انا النهارده يا جماعه اقول في جمهوريه مصر العربيه في 2024 واحنا بنبيع راس الحكمه وهنبيع راس جميله وعمالين نقول الدولارات جايه والدنيا تمام، الاقي ان المستشفيات زي مستشفى القصر العيني بوسط القاهره لا تجد الماده المخدره لاستخدامها في العمليات الجراحيه جوه المستشفيات، يبقى احنا عندنا طمة كبيرة وكارثة كبيرة جدا جدا. ده المستشفيات كمان ألزمت الحكومة، والحكومة ألزمت الأطباء في المستشفيات الحكومية ان هم يعملوا ايه؟ يقول له بص هو لو المريض جالك وفي دواء ضروري اكتبه له، ما يستدعيش ما تكتبلوش دواء. بص احنا وصلنا لايه؟ دي مش لحمة هتأجلها وهتاكل عدس، مش فرخة هتأجلها وهتاكل رجول فراخ، لا ده دواء لازم المريض ياخده. قالوا لهم كمان بصوا واشتغلوا بقى على الدواء المحلي شوية، بلاش الدواء المستورد، لأن الدواء المستورد محتاج إن احنا ندخل الخامة والخامة محتاجة دولار، فالدولار مش هنعرف نجيبه دلوقتي. الله، طب وراس الحكمة؟ عشان كده عمرو بيقول لهم إيه؟ مش في 22 مليار كانوا يدخلوا كاش؟ هما فين؟
عشان نبدا ندخل الدواء عشان عندنا ازمه عندنا مرضى. الموضوع وصل يا جماعه ان هناك اشتباك بالايدي حصل ما بين المرضى اللي رايحين المستشفيات والاطباء في المستشفيات الحكوميه. ورجع دكتور عطوان يقول لك ايه يا جماعه والناس متوتره. ما الناس متوتره عشان مش لاقيه لا علاج ولا حتى اللي عارف يدخل يعمل عمليه مش عارف يدخل يعمل عمليه. اما ده كان زمان ايام الفقر. النهارده مفيش فقر خلاص. خلاص؟ خلاص مفيش فقر. النهارده دواء موجود. الطعام والغذاء والهواء والماء موجودين. كله موجود خلاص. بعنا يا عم راس الحكمه يا عم. اذا بعتم راس الحكمه فاذا نحن اصبحنا بلا حكمه. الله العظيم حاجه مدهشه. بعتوا راس الحكمه. وعمل وعلى فكره النهارده مصطفى مدبول قالك ده في اربع مشروعات كبرى يعني في اربع مدن كبرى في الطريق منهم راس جميله ايضا في البحر الاحمر. طيب النهارده احنا بقينا الحمد لله. طب خد انا عندك النهارده النهارده الحمد لله اللحمه امبارح كنا قلنا لكم اللحمه ايه سقفها وصل 500 جنيه وصل 500 جنيه النهارده في لحمه موجوده ب 140. انما المشكله الحقيقيه حقيقه ليست في اسعار اللحمه. المشكلة الحقيقية ليست في أسعار اللحم. المشكلة الحقيقية إن زي ما بيقول رئيس شعبة الجزارين أو القصابين يعني بيقول لك 40% من الجزارين قفلوا محلاته. مش لاقي. و70% منهم مش لاقي قوة شرائية معهوش فلوس يشتري. مش كده بس. ده النهارده الصحف بتقول لك الحمد لله إن بعض الأسعار انخفضت. فانا دخلت اشوف ايه اللي انخفض يا جدعان النهارده. قالك البصل الحمد لله ب 35. قلت ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ فين؟ قالك في شرم الشيخ. بجد؟ بجد؟ احنا هنلعب هنهزر مع بعض. بقول لك انخفضت اسعار الثوم بقت ب 35 والبصل وصل 33 والليمون بقى ب 28 جنيه والباذنجان ب 20 جنيه. هو كده تبقى انخفضت؟ يعني كيلو الليمون ابو 25 يبقى كده انخفض؟ والبصل بتقول لي ان انخفض بقى ب 35 جنيه وروح شرم الشيخ تشتريه من شرم الشيخ. النهارده حضراتكم دي بعض الاسواق الاسعار النهارده في الاسواق. فمعلش سامحونا يعني البصل اللي عايز يشتري بصل رخيص سعر الثوم ب 35 في شرم الشيخ. ولو رحت شرم الشيخ في السوق هناك هتلاقي ساعتك البصل ب 33 جنيه والليمون ب 28 جنيه والباذنجان ب 20 جنيه. فانا طبعا بدعوكم جميعا اللي عايز يشتري اسعار حقيقة يعني رخيصة يروح شرم الشيخ منه يتفسح ويتنزه ويصرف له 10,000 جنيه عشان يشتري هناك الايه البضاعة البصل والثوم. طب انا عايز بس اقول لكم حاجة بالنسبة لموضوع الدواء حتى الدواء المحلي ما بقاش موجود. معلش يعني والله ما تعتبروهاش غلاسة مني ولا رخامة بس اعتبروها رفع واقع كده اللي هو حقيقة يعني موجود. اصل هم الحكومة قالت لهم ايه اكتبوا الدواء الضروري وما لقيتوش اكتبوا الدواء المحلي وركزوا على الشركات المحلية قوي. الشركات المحليه اصلا ما فيهاش دواء لان المصنعين اللي عايزين الخامه اصلا ما معظمهم شركات محليه وعايزين يصنعوا دواء محلي. الدواء المستورد اصلا بيجي لك بره بيجي لك من بره يا باشا مستورد. تمام؟ طيب كنا بنتكلم امبارح عن الاسعار زي ما قال دكتور عطوان. طب اخبار الفراخ ايه؟ الفراخ النهارده يا جماعه كرتونه البيض ب 150 جنيه. انا عايز اقول لك ان الكتكوت دلوقتي يا باشا الكتكوت وصل 15 جنيه. والله العظيم. سعر الكتكوت بقى ب 15 جنيه، تعالوا نشوف كده مواطنة مصرية وهي بتصرخ زي ما كل الناس بتصرخ وزي ما كل الناس بتعاني وزي ما كل الناس بتقول وزي ما كل الناس بتتكلم، تعالوا نسمع صوت المواطنة المصرية اللي بتعبر عن قطاع كبير جدا دلوقتي من المصريين، يلا بينا. حرام عليك يا ريس، قلبنا وجعنا يا ريس، يا حكومة يا فاشلة، بنادي تاني وتالت على الأسعار يا ريس، ده ينفع يا ريس؟ قال لك الفراخ هتتثبت على 105، ليه يا ريس؟ ليه الفراخ تتثبت على 105؟ الناس تجيب منين يا ريس؟ يا ريس الناس قلبها وجعها يا ريس، يا ريس قلت لك الطلقات كترت يا ريس في البيوت يا ريس، الطلقات كترت لأن الشباب مش عارفة تقيم اللي حواليها، مش عارفة تقيم بيتها يا ريس، أنت السبب في الطلقات دي يا ريس، أنت السبب وربنا مش هيسيبك، لأن البيوت كلها اتخرب.
اتخربت، اغلبيتها اتخرب، مش عارفين يصرفوا على بيوتها يا ريس. يا ريس واخرتها، اخرتها احنا تعبنا، احنا تعبنا يا ريس. هننادي لمين؟ انت الريس، مش انت ريسنا يا ريس. طب نقول لمين؟ قلبنا وجع، احنا داخلين على شهر رمضان يا ريس، داخلين على هنعمل ايه؟ احنا جبنا فرخه النهارده يا ريس ب 250 جنيه، انا كنت بنقسم كل واحد ربع، دلوقتي قسمتها على 8، ما نص الفرخه ب 125 جنيه، هنعمل عليها شويه الحاجات، ادي 200 جنيه، 200 جنيه في الطاقه يا ريس، داخل علينا رمضان يا ريس، هنعمل ايه يا ريس؟ ازاي هنفطر يا ريس؟ ازاي يعني؟ ما هو مش معقول كل يوم بطاطس ومكرونه وبعد كده مكرونه، ما البطاطس برده غاليه والمكرونه غاليه، بس لازم يومين في الاسبوع فيه هيبقى فيه لحمه او فراخ، هنعمل ايه يا ريس؟ الناس هتعمل ايه يا ريس؟ الناس حامله هم دخول الشهر المفترج عليها ده، الناس هتعمل ايه يا ريس؟ وانا اقول الريس هينزل، الريس هينزل الاسواق، الريس هينزل حد يشوف الاسواق، الريس بقول للريس نايم، الريس نايم، ولا انت مش نايم يا ريس؟ وعارف كل حاجه، انت عارف اللي بيجرى، عارف اللي بيجرى، انت عايز ايه؟ تبيد الشعب يا ريس؟ او انت عندك خطه؟ ها؟ لان احنا تعدادنا كتر، تموت بالبطيء الشعب، انت بتموتهم بالبطيء والله، الاكل والشرب ده غيزه، زي احنا زي العربيات، ان ما كناش ناكل مش هنعرف نمشي، انت كده بتعمل فينا ايه؟ بتموتنا؟ الناس تاكل ازاي يا ريس؟ الناس تاكل ازاي؟ ده ما فيش خطه في دماغكم لتنزيل الاسعار؟ وبتقول انا وديت لكم الحاجه في اهل رمضان؟ لا احنا مش عايزين اهل رمضان، احنا عايزين ليه يا حاج مش عايزين اهل رمضان ليه؟ هنكره الشهر الكريم يا حاج عشانهم؟ اهل رمضان واهل رمضان ومرحبتين وهل هلالك وحوي يا وحوي، نفرح يا حاجه بالرمضان، هم هيكرهونا في كل حاجه يا حاجه. الناس كرهت اهل رمضان عشان المعارض والشوادر اللي عاملينها دي بينصبوا بيها على الناس. انتوا هتخرجوا الناس من دينهم من ملتهم، انتوا هتكفروا الناس. ست ادي ست مصريه بقى، لا تقول لا هي تبع شمال ولا يمين ولا سياسه، بتتكلم عن الواقع بتاعها بصوت ملايين المصريين والمصريات. النهارده حضرتك ناس تشوف الأصوات الأخرى عن أحد السادة النواب بيتحرك، ودي مشكلة أخرى هي مجلس النواب. بصوا يا جماعة، ما هي جت مع بعضها. أنت عارف لو عندك حكومة ضعيفة أو حكومة فاشلة أو حكومة فاسدة وعندك مجلس نواب قوي جه من الشعب واختاره الشعب ويعبر عن الشعب، هيستطيع أن هو ياخد حق الشعب من الحكومة. إنما هي جاية مع بعضها. لو انت عندك قضاء الان غير مسيس وبيحكم الان بما يرضي الله، هتروح له كمواطن يجيب لك حقك من عين الحكومه. لما للاسف في دوله 30 يونيو انت عندك ضعف وفشل كبير في المؤسسه النيابيه في مجلس النواب للمؤسسه الرقابيه، عندك للاسف تسييس واضح للمؤسسه القضائيه، وعند ساعتك النهارده فشل واضح في المؤسسه التنفيذيه الموجوده للحكومه. فجت مع بعضها ثلاث سلطات، السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لحكومة البلد الثلاثة، أصبح في واحد بس بيهيمن على المشهد، يعين ده ويعين ده ويعين ده. النهاردة أحد النواب مقدم طلب إحاطة، بدل ما يتكلم على المتسبب في الأزمة رايح برضو للتجار، يقولك أصل التجار بيحتكروا السلع. لا يا حبيبي، التاجر لا يحتكر السلع، أنت بترميها ليه على التاجر؟ قصة بقى رخمة، غلسة غلسة، ان يسيب سعادتك، اسف جدا اسف جدا، يسيب الحمار ويروح للبردعة، وكلنا عارفين الحمار، وكلنا عارفين مين هو الحمار ومين هو ومين هي البردعة. انما هو سيادة النائب محمود قاسم قدم طلب احاطة النهاردة عن مافيا احتكار وحجب السكر والمضاربة بقوت المواطن، وان السلع اصبحت كالمخدرات، وان الكلام ده كله خاص بالسادة التجار، وده شيء محزن جدا. التاجر بريء في هذا الوقت، ما تبصش البرداء بص الحمر، التاجر بريء حتى تثبت إدانته. خلينا نروح ليه كمان يا جماعة، الحديد 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 اللي بقى عامل زي الألماز والذهب والياقوت والمرجان بواقع 3550 جنيه للطن، ده الجرح للصلب يا جماعة زي ما انتم شايفين، وبيعلن زيادة أسعار الحديد في مصر. إذن أسعار الحديد زادت، وكمان جوازات السفر زادت. قال لك بدل من 250 جنيه كنا بنطلع جواز سفر ب 250 جنيه، بيناقشوا دلوقتي رفع رسوم جواز السفر، بس قال لك ايه يعني بالراحه عليهم شويه، ما تخلوش يعدي ال 1000، هنخلي جواز السفر ايه ما يعديش ال 1000 جنيه. ليه يا عم؟ يعني لو اسره دلوقتي الراجل ومراته عايزين يعملوا جوازات سفر ومعاهم مثلا خلينا متوسط 3 ولاد، 5000 جنيه؟ عايزين يسافروا ياخدوا عيالهم يطلعوا يعملوا عمره، عايزين يروحوا في اي حته، حد مسافر، حد طبيعي ان الاولاد يكون عندهم جوازات سفر والاب والام عندهم جوازات سفر، يبقى 5 جوازات سفر يا جماعه عد
5000 جنيه بدل ما كنت بتعملهم مثلا لو الخمسة ب 250 هتعملهم ب 1250 جنيه.